دلونا ما عندك سبيساليتير بتعرفها تضيع كتير. ايه اكيد. شو عندك؟ انا سبيساليتير عندي لحم وجبنة. لحم وجبنة؟ ايه. خلينا ندوق لك يعني. اوكي. هلا بنذوقك من كل شيء. انا معك. لحمة مع جبنة. عم انتبه انه العجينة رقيقة وكبيرة وانت بتعملها هيك مشروح شوي. لا انا هيدا قياس لهيدا. هيدا قياس لهيدا. هيدا قياس. وبنحط عليها قشوان. مع قشوان. جبنة مع قشوان. ما بدها حامض لان عليها جبنة. لا هي بلا حامض. طلع اللحمة وضيف معها حامض. طعمة اللحمة اللي فيها البندورة فيها هيك نكزة حموضة لذيذة. الجبنة اللي دايبة. العجينة الرقيقة اللي بتقرش. شغلة. فيك رقيقة لدرجة فيك تشوف من وراها. دايما اللحمة مع جبنة اللي هي عظيمة، وأهم شغلة كثير حبيتها إنه اللحمة ما فيها توم. فيك تاكلها برياحة. اللحمة العادي بتعقد. الزعتر قديش قاسية وبتقرش، كمان هالعجينة اللي كثير رقيقة، لون الزعتر حلو. هلا الي؟ كثير طيب. اوكي يلا باي. تفضلي مدام. ميرسي باي. خلينا نكفي. الجبنه. هلا فهمت؟ ليه بتضيعها؟ بيقولوا موسى. ايه. ليه انت بدك تدوق تفهم؟ بدك تدوق تفهم. يمكن على الكاميرا مبينين قديش رقاق وكبار وقديش كرم، ها؟ بس واحد ما راح يعرف الا ما يجي يدوقهم. اكيد. لحمه مع جبنه مهنيك من قلبي.